السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة هذا اليوم بعنوان الأمينو أسيدز، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بداية: ما هي الأحماض الأمينية أو الأمينو أسيدز؟ الحقيقة إنه هذا الأمر يمكن اشتقاقه من الاسم أمينو وأسيدز، إذا معنات الكلام هذا إنه إحنا بنتكلم عن مركبات بتحمل أمينو جروب وبتحمل كربوكسيل جروب، وبالتالي هذا هو المقصود من أمينو أسيدز من الناحية العامة. لكن فيما يتعلق بالكيمياء الحيوية فنحن لا نتكلم عن الأحماض الأمينية على إطلاقها واللي هي بتيجي بالمئات، وإنما بنتكلم عن specific amino acids، عن أحماض أمينية بعينها. وهذه الأحماض الأمينية هي تلك التي تدخل في تركيب البروتينات، يعني البروتينوجينيك. إذا إحنا لو بنتكلم في البيوكيمستري عن الأحماض الأمينية بنتكلم عن الأحماض الأمينية اللي بتدخل في تركيب البروتينات بالدرجة الأولى. ليش هو في أحماض أمينية ما بتدخل في تركيب البروتينات؟ الحقيقة نعم، وهذا الكلام حنتطرق له إن شاء الله رب العالمين في بايوكيمستري 2. إذا الحديث هنا بدور عن 20 حمض الأميني الداخلين في تركيب البروتينات، واللي هم زي ما إحنا قلنا أحماض أمينية. إذا عندهم أمينو جروب وعندهم كربوكسيليك جروب، ركبات على الألفا كاربون. واللي بيميز الأحماض الأمينية عن بعضها البعض هو الآر الريزيديو، يعني الأحماض الأمينية بتشترك في الكربوكسيل جروب، يعني عندها كلها كربوكسيل جروب، وعند معظمها أمينو جروب زي ما هنشوف لاحقاً. وبالتالي هذه الصفات اللي بتشترك فيها الأحماض الأمينية، لكنها بتختلف عن بعضها البعض في الـ R جروب، وبالتالي أنا بقدر أميزها عن بعضها البعض تبعاً للـ R جروبس تبعتها في حقيقة الأمر. هل جيت؟ الأحماض الأمينية بمسماها كلها أمينو أسيدز، بمعنى إنه الأمينو جروب تبعتها فري؟ لا، في إكسبشن. الاكسبشن هذا هو الحمض الاميني اللي اسمه برولين، وهذا عنده سكندري امين يعني امين، عشان هيك هو فعليا يعتبر امينو اسيد، ولكن تجاوزنا بينحط تحت مفهوم الامينو اسيد. الان زي ما احنا قلنا هدول الاحماض الامينيه بيختلفوا عن بعضهم البعض بايش؟ بالار جروب تبعتهم. والحقيقة انه هنا كمان احنا في عنا اكسبشن اللي هو الحمض الاميني الاصغر اللي هو الجليسين، اللي عنده في حقيقة الامر هنا في الار اتش، يعني هنا بدل الار هنلاقي انه في عنده اتش، وبالتالي في حقيقة الامر ما عنده ار بالمعنى الحقيقي لكلمة ار، يعني اني انا في عندي هيدروكربون تشين. وهذا بنقولنا للنقطة الثانية، الحمض الأميني في المية عند الفسيولوجيك بي اتش، يعني عند بي اتش 7.4، ترى كيف بيكون شكله؟ الحقيقة انه اللي بيصير للحمض الأميني عند بي اتش يساوي 7.4 انها الكربوكسيليك جروب هنا بتكون الـ H فيها dissociated، يعني معنات الكلام هذا الكربوكسيل جروب بدها تكون negatively charged، في حين انه الامينو جروب بيكون اضيف الها كمان بروتون، وعشان هيك بنسميها protonated. بدنا نفرق بين انها تكون protonated، ولا الناس بتيجي مثلا احيانا تغلط بتكتب بروتينونيتد،
المقصود بي بروتونيتد انه عليها بروتون، وبما انه البروتون positively charged وجاي على امينو جروب نيوترال في الاساس، فمعنات الكلام هذا انه الامينو جروب كلها بدها تكون بسبب هذا البروتون الذي اضيف، ببساطة تم التشارج تبعتها positively charged. وفي المقابل حيكون الكربوكسيل جروب negatively charged، يعني ببساطة تامة حيكون المركب عندنا تحت الفسيولوجيك بي اتش فيما يتعلق بالكربوكسيل جروب والامينو جروب charged في حالة الكربوكسيل جروب negatively charged، وفي حالة الامينو جروب positively charged. اذا هدول الجزئين الشحنتين فيهم بيعادلوا بعضهم البعض لبرا، لكن انا هنا ما بتكلمش عن اي تشارجز الها علاقة للساتني بالار، لانه زي ما حنشوف لاحقا في عنا احماض امينية بيكون في عليها تشارجز في الار. الان في البروتينات معظم الكربوكسيل جروبس والامينو جروبس بتكون involved في peptide bonds. وليش احنا بنقول معظم؟ لانه على الاطراف بيكون اللي هو ايش؟ بيكون الكربوكسيل جروب free، وبيكون اللي هي الامينو جروب كمان free. اذا معنات الكلام هذا احنا لما نتكلم بنقول معظم الكربوكسيل جروبس والامينو جروبس، يعني بنتكلم عن تلك الكربوكسيل جروبس والامينو جروبس within the protein. هدول بيكونوا involved في peptide bonds وبالتالي ما بيكونوا charged. لكن الاشياء اللي موجوده على الاطراف اللي هي الكربوكسيل جروب الموجوده على الاطراف والامينو جروبس الموجوده على الاطراف بتكون charged. كيف بدها تكون charged؟ الامينو جروب بدها تكون positively charged مره ثانيه، والكربوكسيل جروب بدها تكون negatively charged كمان عند الفسيولوجيك بي اتش، يعني البي اتش 7.4. بمعنى لو كان انا في عندي بروتين فهو بيبدا بامينو جروب، وبعد هيك رح نيجي نلاقي امينو وكربوكسيل جروبس مرتبطين مع بعضهم البعض في اللي هو هذا البروتين، وبينتهي بايش؟ بينتهي باللي هو الكربوكسيل جروب، وبالتالي وبينتهي بالكربوكسيل جروب، وبالتالي الامينو جروب اللي بدا فيها البروتين بتكون بوزيتيفلي تشارجد، والكربوكسيل جروب اللي انتهى فيها البروتين بتكون نيجاتيفلي تشارجد. الان وقبل ما نغادر هذه السلايد لعله من المناسب نسال حالنا السؤال التالي، طيب في الاحماض الامينيه الكربوكسيل جروب ليش نيجاتيفلي تشارجد والامينو جروب positively charged عند الفسيولوجيك بي اتش؟ مين اللي بيحدد هذا الموضوع؟ هل في قانون ناظم لهذه القضية اللي يحدد لي ليش الاشي زي الحمض الاميني بيكون positively charged على الامينو جروب ونيجاتيفلي charged على الكربوكسيل جروب؟ ما هو الناظم لهذا الموضوع؟ الحقيقة انه الناظم لهذا الموضوع هو الهندرسون هاسل باك إكويجن اللي حنتكلم عنها خلال هذه المحاضرة إن شاء الله رب العالمين. الآن الأحماض الأمينية تقسم بناء على صفاتها، وهنا زي ما إحنا شايفين في عنا كلاسيفيكيشن للأحماض الأمينية تبعا للستركشر تبعها، وهنا زي ما إحنا شايفين في عنا خمس كلاسز من الأحماض الأمينية بناء على الستركشر. عنا النون بولر أليفاتيك أمينو أسيدز، عنا الأروماتيك يعني الأحماض الأمينية الحلقية، عنا البولر أمينو أسيدز اللي مش تشارجد، وهذا بيعطينا هينت على إنه إحنا في عنا تشارجد أمينو أسيدز، وفعلاً تحت احنا في عنا charged amino acids، وهدول التشارجد
أمينو أسيدز ممكن يكونوا إيش مالهم؟ ممكن يكونوا نيجاتيفلي تشارج، وممكن يكونوا كمان إيش مالهم؟ بوزيتيفلي تشارج. وكمان في عنا مين؟ في عنا السلفر كونتينينج أمينو أسيدز. نتعرف شوية على اللي هي الأسماء. حنيجي نلاقي في موضوع النن بولر أليفاتيك أمينو أسيدز، في عنا الجليسين، في عنا الألانين، في عنا البرولين اللي تكلمنا عنه في بداية المحاضرة وقلنا إنه عنده سكندري أمين، وبالتالي هو فعليا أمينو أسيد مش أمينو أسيد، ولكن يوضع تحت المفهوم العام تبع الأمينو أسيد. في عنا البالين، في عنا اللوسين، في عنا الأيزولوسين، وكل هدول تحت الكلاس of non-polar aliphatic amino acids. في الأروماتيك أمينو أسيدز بنلاقي إنه في عنا الفينيل ألانين، في عنا التيروسين، وفي عنا التريبتوفان. في البولر uncharged أمينو أسيدز في عنا الأسبرجين، وفي عنا الجلوتامين، وكذلك السيرين والتريونين. في السلفر containing ones في عنا الميثيونين، وفي عنا السيستين. وفي التشارجد، في الكلاس تبع التشارجد أمينو أسيدز زي ما احنا قلنا، في عنا النيجاتيف التشارجد ones واللي هم الأسيديك ones، وهدول هم الأسبرتيت والجلوتاميت. هلقيت تعالوا نقارن مقارنة صغيرة. لاحظوا إنه فوق في البولر uncharged أمينو أسيدز في عنا أسبرجين وفي عنا جلوتامين. طيب هدول إيش بفرقوا عن بعضهم البعض؟ يعني القصد الجلوتامين مع الجلوتاميت، الأسبرجين مع الأسبرتيت. اللي بيفرق إنه في حالة الجلوتاميت هنا زي ما إحنا شايفين في عنا كربوكسيل جروب، يعني إني أنا في عندي في هذه الحالة سي دبل بوند أو أو إتش، وهذه الأو إتش معوض عنها هنا في الجلوتامين بأمينو جروب. وهذا الكلام بينطبق كمان على الأسبرتيت والأسبرجين. وكذلك في الكلاس تبع التشارجد أمينو أسيدز في عنا البوزيتيفلي تشارجد أمينو أسيدز اللي هم بنسميهم كمان البيزك أمينو أسيدز، وهدول اللي هم الأرجينين واللايزين والهستيدين. الآن دعونا نتعمق قليلا في الديفرنت ستراكشرال كلاسز تبعت الأحماض الأمينية، ونبدأ بالنن بولر أليفاتيك أمينو أسيدز واللي بتحتوي على الجليسين، الألانين، البرولين، والبالين، اللوسين، والأيزولوسين. أبسط حمض أميني زي ما إحنا لعلنا نكون عارفين هو الجليسين، اللي ما عنده شيء في الحقيقة R group، بمعنى إنه ما في عنده chain هنا hydrocarbon chain، وإنما في عنده H. إذا كانت هذه الـ H انشالت ونحط محلها مثل جروب، فبنحصل بذلك على الحمض الأميني اللي اسمه ألانين. وبالنسبة للبرولين فهو ذلك الحمض الأميني اللي عنده الشكل الخماسي هذا، واللي فيه زي ما احنا شايفين هنا سكندري أمينو جروب اللي بنسميها كمان أمينو جروب. الآن في النون بولر أليفاتيك أمينو أسيد كلاس في عنا سب كلاس، هي السب كلاس تبعت البرانش تشين أمينو أسيدز،
واللي بتحتوي على الفالين واللوسين والايزولوسين. زي ما احنا شايفين في كل هدول الجماعه في عندنا برانشز، والبرانش هذا او البرانشز هدول هم اللي بيعطوا المسمى تبع برانش تشين امينو اسيدز لهدول الاحماض الامينيه اللي هم الفالين واللوسين والايزولوسين. في حالة الفالين ايش في عنا؟ احنا في عنا ايزو بروبيل جروب، وهذا الايزو بروبيل جروب في حقيقة الامر زي ما احنا شايفين عامل زي التمانية هيك، وبيقدر الواحد يتذكره من انه هذه التمانية هي مقلوب السبعة اللي بتشبه حرف الفي تبع الفالين. الان لما احنا ببساطة تم ينضاف كمان CH2 على الفالين هنا، فبصير عنا البرانش تشين امينو اسيد اللي اسمه لوسين، وهذا اللوسين الار جروب تبعته هي عباره عن ايزو بيوتيل جروب. بيوتيل معناته أربعة، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبروبيل زي ما احنا عارفين هنا في حالة الفالين يعني معناته ثلاثة. كويس، الايزو بيوتيل جروب اللي موجود هنا هذا هو الار المميز للوسين، وحنلاحظ انه الايزولوسين بيشبه اللوسين لجهه انه في عنده ايزو بيوتيل جروب كمان زيه زي اللي هو مين؟ زيه زي اللوسين، مع الفرق انه البرانش في حقيقه الامر هنا بيجي على البيتا بوزيشن، لان انا لما باجي بحسب بقول هاي الكربوكسيليك جروب، هاي الالفا جروب، هاي البيتا جروب، يبقى معنات الكلام هذا البرانش جاي على مين؟ جاي على البيتا جروب تبع الحمض الاميني. في حين اني انا لما باجي بطلع على اللوسين ايش بلاقي؟ بلاقي على انه البرانش على ان هي سي موجود، هاي الالفا، هاي البيتا، هاي الجاما، يبقى معنات الكلام هذا موجود على الجاما كاربون. يبقى معنات الكلام هذا هذول الجماعة بيشبهوا بعض لجهة انه في عندهم ايزو بيوتيل جروب، لكن البرانش بيختلف وين هو موجود. وبالتالي لو الواحد حب يسهل على حاله فبيجي بيقول والله فعلا الايزو لوسن واللوسن بيشبهوا بعضهم البعض لجهة انه في عندهم ايزو بيوتيل جروبس، ولكن الحقيقة انه البرانش هو اللي بيختلف وين هذا البرانش موجود، وبيقدر الواحد هيك يتخيل يعني كفانتازيا انه اللوسين هو الاخ الاكبر لمين؟ للفالين. الان بالانتقال للاروماتيك امينو اسيدز، هلقيتها لما بيجي الواحد بتطلع على الاروماتيك امينو اسيدز يبقى معنات الكلام هذا بيكتشف بسهوله انه بيسموا اروماتيك بسبب الحلقات الاروماتيه اللي موجوده في هذه الأحماض الأمينية. هلقيت لو اجينا نتفرج على الأسماء تبعت هذه الأحماض الأمينية، لو وجدنا أول حمض أميني عندنا هنا اسمه فينيلألانين، ولو الواحد اطلع على ما سبق يعني على الألانين يبقى معنات الكلام هذا بيكتشف بسهولة إنه الفينيلألانين لا يعدو أكثر من كونه عبارة عن ألانين. لاحظ نفس الاستراكشر هنا مع السي اتش هنا اللي موجودة، نفس الفكرة اللي هنا، لكن في اتش زيادة ببساطة تم substituted with هذه الحلقة من البنزين، يعني هذا البنزين رينج اللي كريزيديو يسمى فينيل، عشان هيك هذا اسمه فينيل ألانين. فالواحد اللي متذكر الاستراكشر تبع الألانين حيفهم انه الفينيلألانين مش اكتر من مجموعة بنزين او ما يسمى بفينيل ريزيديو مضاف الى الألانين. هلقيت بيجي عنا التيروسين، والتيروسين لو الواحد القى نظرة متفحصة اكتر على الاستراكشر تبعه لوجد انه مش اكتر من هيدروكسيليتد فينيل ألانين،
أو إذا بدنا نكون أكثر دقة بدنا نقول إنه عبارة عن para-hydroxylated phenyl alanine. يعني ببساطة تامة لغاية هان زي هذا بالضبط التيروسين، بس هيدروكسيليتد هنا على البارا بوزيشن المقابل لهذه الجزئية هنا. وبالتالي هذا هو التيروسين. وأخيرا في الأروماتيك أمينو أسيدز في عنا التريبتوفان، اللي هو في الآخر لما الواحد بيجي بتطلع عليه بيحتوي على هنا هذه الجزئية هنا الأروماتية تسمى إندول رينج. هذا إندول رينج، وهذا الإندول رينج مرتبط زي ما إحنا شايفين بالحمض الأميني اللي لغاية هنا طبعا بيشبه كمان الألانين. بالانتقال للبولر Uncharged amino acids بنلاقي انه احنا في عنا الاحماض الامينية الاسبراجين، الجلوتامين، السيرين والتريونين. ولو احنا القينا نظرة متفحصة على السيرين هنا لوجدنا في حقيقة الامر انه بيشبه تماما الألانين مع إضافة OH بدل H من الأتشات تبعات الألانين. إذا معنات الكلام هذا السيرين هذا في حقيقة الأمر وكأنه ألانين، لكن منشال من اللي هي الR جروب تبعت الألانين H ومحطوط بدالها OH. هذا الكلام بينطبق كمان على التريونين، مع الفارق اني انا بدل ما انا اكون عندي substitution ب H واحدة فانا عندي substitution ب 2 H's على الألانين. يعني ببساطة تامة عندي OH محل ال H اللي هنا كانت مفترضة، ومعندي CH3 محل ال H اللي كانت موجودة هنا في حالة الألانين، وهذا اللي بيعطي بعد هيك الديتريونين. الآن بالنظر للأسبراجين ايش بنيجي بنلاقي؟ بنلاقي انه لغاية هنا مرة تانية وكأني انا بتكلم عن ألانين، وبعدين ايش باجي بلاقي؟ بلاقي هنا مرتبط وكأنه مع هذه المجموعة تبعت الألانين إمايد جروب. يعني أنا بقدر أتخيل وكأنه الألانين لما يكون مرتبط مع إمايد جروب واحدة هذا الكلام بيعطيني أسبراجين. كويس، هل جيت الإمايد جروب في النهاية عندها هنا أمينو جروب، هذه الأمينو جروب ما هياش زي ما انتوا اتعلمتوا في الأورجانيك كيمستري ليكتشرز ما هياش بيزك إناف إنها تستطيع تتلقى H بلس بروتونز. وبالتالي الأسبراجين عند الفيسيولوجيك بي اتش ما بيكون عنده الإمايد جروب هذه، أو الأمينو جروب تبعت الإمايد جروب ما بتكون تشارجت. عشان هيك الأسبراجين بلونجز للكلاس تبع البولر أنتشارجد أمينو أسيد أمينو أسيد. والجلوتامين بيشبه الأسبراجين مع الفرق انه في عنا CH2 زيادة، يعني وكأنه الجلوتامين هو الاخ الاكبر لمين؟ للأسبراجين. الان التسمية بولر جاية من كون هذه الاحماض الامينية وعلى وجه الخصوص الR groups تبعتها فيها استقطاب، وهذا الاستقطاب بيخليها في نهاية المطاف
متشبهة بالاستقطاب اللي موجود في الماء، وبالتالي بتكون أكثر ذوبانية في الماء، يعني like dissolves like. من مثال ذلك بدنا نلاحظ إنه السيرين عنده OH group، وإحنا عارفين إنه الO اللي موجودة في الOH إلكترونيجاتيف، وبالتالي في نهاية المطاف بتساهم في بناء الاستقطاب في هذا المركب. وعليه الOH group وجودها بيعطي الخاصية للسيرين إنه يكون بولر أمينو أسيد. وطبعا زي ما إحنا شايفين هنا في الR group ما عندي أنا charges، وعندي الفسيولوجيك pH إحنا قلنا إنه هدول التنتين هنا بيكون عندي نيجاتيف تشارج على الكربوكسيل جروب، وهنا بيكون أمينو على الأمينو جروب في اللي هو بوزيتيف تشارج، يبقى كل المركب حيكون إيش ماله، حيكون لبرا نيوترال. طبعا الفكرة نفسها اللي بتنطبق على السيرين بتنطبق على مين كمان؟ على التريونين، لأنه هو كمان زي السيرين عنده OH جروب. وعلى الطرف الثاني وفي حالة الأسفراجين والجلوتامين، الإيمايد جروبس اللي موجودات هنا واللي هم مش تشارجد، في نفس الوقت زي ما احنا شايفين فيهم O atoms، وهدول ال O atoms زي ما احنا عارفين كمان يعني بيساهموا في استحداث بولاريتي داخل اللي هو المركب. يبقى معنات الكلام هذا هذه الجزئيات، هذه جزئية الإيمايد جروب، هدول عبارة عن polar groups لكنهم كمان مش charged. يبقى الجلوتامين والأسبراجين هدول عبارة كمان عن polar uncharged amino acids. ننتقل الآن للسلفر containing amino acids. والسلفر containing amino acids هما الميثيونين والسيستين. ولو احنا القينا نظرة متفحصة قليلا لوجدنا انه السيستين يشبه السيرين في حقيقة الامر، يعني نفس الاستراكشر الموجود، نفس السكيلتون الموجود في السيرين هو ذاك الموجود في السيستين، مع فارق واحد اني انا بدل ما يكون في عندي في حالة السيرين يكون في عندي OH، فأنا في حالة السيستين عندي SH. وطبعا زي ما احنا عارفين الـ OH والـ SH موجودين في المجموعة السادسة. إذا لو حبيت إني أتذكر السيستين فهو يشبه السيرين، مع الفرق إنه هنا في حالة السيستين في عندي SH و SH، وفي حالة اللي هي السيرين في عندي OH. وهدول التنين بطبيعة الحال زي ما احنا قلنا بيشبهوا مين؟ بيشبهوا الألانين، وكأنهم ألانين لكن substituted على H من الأتشات تبعت CH3 تبعت الألانين، with either OH في حالة السيرين و SH في حالة السيستين. هلقيت، خلينا نلقي نظرة على الميثيونين. الميثيونين في حقيقة الأمر لو اجيت اطلعت عليه لغاية هنا هيك حاجة اقول والله انه تماما بيشبه مين؟ تماما بيشبه الألانين، تماما بيشبه الألانين. طب وايش ضايف انا على الألانين يا ترى؟ ضايف CH2S CH3. وهذا الكلام معناته بضرورة الحال إني وكأني ضايف داي مثل ثايو إيثر. داي هاي واحدة وهي الثانية، داي مثل ثايو إيثر. ليش ثايو؟ عشان السلفر، والإيثر هو تلك المجموعة الناشئة عن تفاعل الكحولين مع بعضهم البعض. لقيت الـ OH
والاس اتش بيشبهوا بعض، يبقى النواتج ايش حتكون؟ حتكون ايثرز، لكن في حاله ما يكون انا في عندي اس اتش بدل الاو اتش فانا بتكلم عن ثايو ايثر ما بتكلمش عن ايثر. اذا وكانه الميثيونين اللي بده يتذكره عباره لغايه هنا عن الانين، وكانه مرتبط مع الداي، اي واحده اي الثانيه، داي مثل ثايو ايثر. وبنختم الان بالتشارجد امينو اسيدز اللي هم بينقسموا كمان للسب كلاسز اللي هي نيجاتيفلي تشارجد او اسيديك امينو اسيدز وبوزيتيفلي تشارجد او بيزك امينو اسيدز. هل جيتها؟ زي ما احنا قلنا سابقا الاسبارتيت والجلوتاميت بيشبهوا الاسبراجين والجلوتامين، مع الفرق انه في حالة الاسبارتيت هنا ما في عنا امايد جروب، وكذلك الامر في حالة اللي هو الجلوتاميت، وانما كربوكسيل جروب فقط، وانما كربوكسيل جروب فقط. هل جيت؟ احنا قلنا انه الكربوكسيل جروبس عند البي اتش الفسيولوجيك بي اتش ايش بيكون؟ بيكون نيجاتيفلي تشارجد، وبيكون اللي هي الكربوكسيل جروب مالها ديسوسييتد. ايش يعني ديسوسييتد؟ يعني متخليه عن البروتون تبعها. طالما تخلت عن البروتون تبعها ايش بده يكون؟ بدها تكون نيجاتيفلي تشارجد، بدها تكون نيجاتيفلي تشارجد، وتعطي نيجاتيف تشارج لكل الحمض الاميني. ليش؟ لانه الكربوكسيل جروب اللي هنا والامينو جروب اللي هنا المرتبطين على الالفا كربون هذول بيضيعوا الشحنتين، بيضيعوا بعض. اذا لغايه هنا انا متعادل، لكن انا في عندي كربوكسيل جروب زياده هان وهان عند الفسيولوجيك بي اتش، بدهم يكونوا ايش؟ بدهم يكونوا نيجاتيفلي تشارجد. يبقى هذا كلهيته المركب ايش بده يكون شكله؟ بده يكون نيجاتيفلي تشارجد. طب ليش بنقول عنهم اسيديك؟ اسيديك لانه هذه كربوكسيل جروبس، والكربوكسيل جروبس المقصود فيها انها عباره عن الانيونز تبعات الكربوكسيليك اسيد، عشان هيك بنقول عنها انها اسيديك. الان بالانتقال الى البوزيتيفلي تشارجد بيزك امينو اسيدز ايش بنلاقي؟ بنلاقي انه احنا في عندنا الارجينين واللايزين والهيستيدين. فلقيت لما نيجي نطلع الارجينين عنده مرتبط مع الالفا كربون 1 2 3 من اللي هو ايش ماله؟ من الكربونز. هدول بعد هيك مرتبطين مع جوانيدينو جروب، هذه الجزئية اللي هنا، هذه ابتداء من الان هنا، هذه بنسميها جوانيدينو جروب في الارجينين، في الارجينين جوانيدينو جروب. وهان في حالة اللايزين ايش في عنا مرتبط على الالفا كربون؟ عنا 1 2 3 4 من اللي هي الكربونز مرتبطة في النهاية مع امينو جروب، مع تيرمينال امينو جروب. وفي حالة الهيستيدين في عنا هنا مرتبط على الجزئية هذه اللي بتشبه لغاية هنا الألانين، لغاية هنا الألانين، إميدازول جروب، إميدازول جروب. كل هدول المركبات إيش يا ترى القاسم المشترك بينهم؟ القاسم المشترك بينهم وجود النيتروجين أتومز هدول. والنيتروجين أتومز زي ما احنا بنعرف حيكون في عندهم لون بيرز،
واللون بيرز هذول من الإلكترونات بأهلهم إنهم يرتبطوا مع البروتونات عند الفسيولوجيك بي اتش. يبقى معنات الكلام هذا هذول الانز بتقديمهم للون بيرز تبعتهم للمية بيقدروا ياخذوا من المية ايش؟ بيقدروا ياخذوا من المية البروتونات وبصيروا positively charged. عشان هيك هذه الامينو جروبس او هذه النيتروجين خلينا نقول اتومز لما تيجي تقدم اللون بير تبعها فهي بالضرورة بتستطيع تستجلب البروتونات. عشان هيك احنا بنقول عن هدول الجماعة انهم بيزك، وطالما بيستجلبوا البروتونات يبقى ايش بدها تكون النتيجة النهائية؟ ايش بده يصير الشكل التشارج؟ كيف بده يكون؟ حيكون بالضرورة positively charged. بمعنى اني لما انا بدي اجي اطلع مرة تانية هذه النيجاتيف تشارج تبعت الكربوكسيل جروب مع الامينو جروب التشارج الموجودة على الامينو جروب، ايش بدها تسوي؟ هدول التنين بدهم يعملوا نيوتراليزيشن لبعضهم البعض، يبقى لبرا ما بيكون في عندي تشارج في الحالة هذه، لكن بتضلها التشارج اللي موجودة على الامينو جروب على التيرمينال. التيرمينال معناته اخير اخر اشي، يعني التيرمينال جروب التيرمينال امينو جروب اللي موجود فيه اللايزين، وبالتالي ايش بده يكون التشارج تبع كل اللي هو المركب اللي موجود عندي هنا اللي هو اللايزين عند الفسيولوجيك بي اتش؟ يعني لما احطه في ميه البي اتش تبعها 7.4، ساعتها في هذه اللحظه اللايزين بده يكون ايش؟ بده يكون بوزيتيفلي اتشارجد. وهذا الكلام بينطبق على الهيستيدين وبينطبق على الارجينين as well. الان انتهينا من التقسيم الاستراكشرال للاحماض الامينية، على انه في تقسيم اخر للاحماض الامينية بكونها ما يسمى بـ essential amino acids أو non-essential amino acids أو ما يسمى nutritionally essential أو nutritionally non-essential amino acids. والمقصود بكلمة essential أنه لا يمكن تصنيعها في جسم الإنسان. essential معناته أنه لا يمكن تصنيعها في جسم الإنسان أو لا يمكن تصنيعها في جسم الإنسان بالكميات المناسبة التي تغطي احتياج هذا الجسم. الآن وبالتالي من وين بدها تيجي؟ بدها تيجي هذه الأحماض الأمينية إلى داخل جسم الإنسان من الغذاء. من الغذاء. طيب مين هم الجماعة الاسنشال امينو اسيدز اللي احنا بنغطيهم من الغذاء وبالتالي ما عداهم من العشرين حمض اميني هم نون اسنشال؟ لو اجينا نتفرج على هذا التيبل هنا او على هذا الشق من التيبل اللي بيتطرق للاسنشال امينو اسيدز حنلاقي التالي: الفالين واللوسين والايزولوسين هدول اسينشال، وهدول اللي بيجمعهم مع بعضهم البعض انهم برانشت امينو اسيدز ستراكشرالي، وبالتالي الجسم ما بيقدر يعمل برانشينج. اذا البرانشت امينو اسيدز they are essential وبيحتاج الجسم انه ياخذهم من الغذاء من الدايت. الان مين كمان اسينشال؟ اسينشال الفينيل الانين والتريبتوفان. يعني مين؟ يعني الاروماتيك امينو اسيدز. بس كلهم يا ترى اسينشال ولا بس التريبتوفان والفينيل الانين؟ لا، بس الفينيل الانين والتريبتوفان. اذا الجسم ما بيقدر يعمل الفينيل ريزيديو ولا بيقدر يعمل الاندول رينج، وبالتالي هدول الحمضين الامينيين هدول
ببساطة تامة they are essential. طب والتيروسين؟ التيروسين زي ما احنا قلنا سابقا هو عبارة عن hydroxylated phenylalanine، يعني الphenylalanine إذا إجاني من برا فالجسم بيقدر يعمل له hydroxylation، عشان هيك التيروسين رغم كونه aromatic amino acid إلا إنه مش essential. هل جيت؟ الجماعة البيزك أمينو أسيدز اللي هم الهستيدين واللايزين هدول إسينشال. فيما يتعلق بالأرجينين فهو إسينشال فقط في حالة الأطفال، ولكنه مش إسينشال في حالة الأدلتس، وبالتالي هو جنرالي لا يعتبر essential. الحقيقة إنه الأرجينين يصنع في جسم الإنسان زي ما حنتعلم الكلام هذا لاحقا في بايوكيمستري 2 إن شاء الله رب العالمين، لكن هذه الكمية لا تكفي، كمية الأرجينين التي تصنع في جسم الإنسان لا تكفي في حالة الأطفال فقط وليس في حالة مين، في حالة الأدلتس. ألقيت الميثيونين هو عبارة عن سلفر كونتينينج أمينو أسيد الآن. طيب لكن السيستين ما هو كمان سلفر كونتينينج، ليش هذا السيستين مش إسينشال أمينو أسيد؟ والجواب بيجي في الحقيقة في بايو كيمستري 2 وفي عجالة، فإنه السيستين في الحقيقة يصنع من الميثيونين، من تجميع الميثيونين مع السيرين مع بعضهم البعض. لما بيجي بيتفاعل السيرين زي ما قلنا هذا بيجي في بايوكيمستري 2 مع الميثيونين، فإنه السيرين بيستبدل الـ OH جروب تبعته وبيحط محلها S اللي هي جاية من الميثيونين، وبالتالي بيصير اسمه سيستين بدل ما هو اسمه سيرين. إذا معنات الكلام هذا إنه سيستين is a non-essential amino acid. وبيضل عنا التريونين اللي هو كمان عبارة عن essential amino acid as well. إذا الessential amino acids هم التسعة اللي موجودين هنا، وفيما عدا ذلك فكل هيتهم non-essential amino acids.